ألم أيها المؤمنون لنرتقي بحال إلهية ونعاي تنازلا إلهيا باديا لنا من العلا في بيت لحم علانية وإذ نطهر عقولنا بالسيرة لنقدم الفضائل ونسبق فنهيئ بإيمان مداخل عيد الميلاد بين الذخائر الروحية المجد لله في الأعالي الواحد في ثالوث الذي به ظهرت المسرة في الناس لينقذ آدم من اللعنة القادمة بما أنه محب لي